حادث مروع، حادث صعب جدا 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 على الطريق الصحراوي في دائرة وادي النطرون. أتوبيس اصطدم بمجموعة لا تقل عن 7 أو 8 سيارات، وحصلت يعني حادثة أدت للأسف الشديد حسب التقديرات الرسمية لوزارة الصحة إلى سقوط 32 قتيل 34 قتيل، العدد كمان زاد 2، 34 قتيل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 63 أو 64 مصاب وجريح جراء هذا الحادث اللي حضراتكم شايفين مشاهد حية لحظة وقوعه في هذا الصباح الباكر. واضح طبعا أنه كان فيه شبورة، الجو كان سنة فيه شبورة، لكن في النهاية برضو يعني أنا طبعا مش عايز استبق الاحداث واقول غلطة مين، لانه النيابة طبعا هي اللي هتقول لنا الخطأ المباشر لمين، لكن الحادثة صعبة جدا جدا جدا، والعدد اللي سقط فيها عدد يقطع القلب، بتتكلم 34 قتيل رحمة الله عليهم. يعني انا دلوقتي في 34 عزاء مصاب، في 34 اسرة و34 بيت، كان الله في عينهم في عونهم، ربنا يصبرهم ويثبتهم ويجعلهم يتحملوا مصابهم الأليم، يعني ربنا يعزيهم ويهديهم ويثبت قلوبهم ويصبرهم. وزارة التضامن أعلنت مباشرة أنه سيتم صرف 60,000 جنيه مباشرة لأسرة كل قتيل في هذه الحادثة، بالإضافة إلى تحديد نسب الإصابة والعجز للمصابين، وسيتم دعمهم ومساعدتهم سواء معنويا أو ماديا، لكن طبعا ولا مال الدنيا يعوض الأرواح التي زهقت والبشر اللي ماتت، لكن قضاء الله وقدره كانوا هم الغالبين. وأنا مش هستبق برضو الأحداث زي ما قلت لكم ولا الأحكام، وهنستنى تقرير النيابة العامة اللي بدأت في مباشرة التحقيقات مباشرة، لكن اللي يهمنا دلوقتي هو الاطمئنان على حالة المصابين والجرحى. الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. دكتور هاني، طمني الاعداد عندكم وصلت لايه وموجودين في مستشفيات ايه وبيتلقوا الرعايه عامله ازاي؟ بدايه يعني خالص عزائنا لكل من توفاهم الله، وخالص دعواتنا بالشفاء لكل المصابين. اللهم امين. زي ما حضرتك ذكرت، هو الحادث حصل صباحا الساعه 7:34 دقيقه لما جالنا البلاغ في هيئه الاسعاف، وتم توجه السيارات الإسعاف على الفور. أول سيارة كانت موجودة خلال 6 دقائق موجودة، وبعد كده توالت دفعات من السيارات، أسطول من السيارات كان بيشارك في نقل المصابين من الحادث، ووصل أكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفيتين، مستشفى وادي النطرون التخصصي ومستشفى غرب النبرية. كان تم نقلهم للمستشفيات، 53 مصاب لمستشفى وادي النطرون و7 مصابين مستشفى غرب النبرية، والإصابات كانت ما بين كدمات وسحاجات وكسور، وكان في حالات احتاجت عمليات وعمليات استكشاف أو احتاجت دخول، وتم تقديم الطبي. طبعا تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ، وتم تجهيز المستشفيتين، وتم الدفع بفرق انتشار سريع من المستشفيات الأخرى في المحافظة. تم دفع مثلا ودعم مستشفى وادي النطرون بعدد 20 طبيب تخصصات مختلفة، جراحة وعظام وأوعية دموية وطوارئ وعناية مركزة، بالإضافة برضه لغرب النورية ب5 أطباء، 5 فرق انتشار سريع تم توجيههم للمستشفيات. والحمد لله تم التعامل مع الحالات، وإلى الآن الحالات المحجوزة في المستشفيتين 11 مصاب فقط، 9 مصابين بمستشفى وادي النطرون، و2 مصابين موجودين في مستشفى غرب النورية، نسأل الله لهم تمام الشفاء إن شاء الله العاجل إن شاء الله. اللهم أمين. هل في توصيف لحالات الإصابة أو درجتها؟ في حالات احتاجت تخش غرفة العمليات المركزة كاشتباه ما بعد الارتجاج، وفي حالات اشتباه نزيف، في حالات حصل لها استكشاف وعمليات استكشاف سواء استئصال طحال أو
التعامل مع حالة الكسور واللي موجودة معنا. فال11 حالة الحمد لله، احنا العدد الأكبر تم خروجه خروج تحسن أو خروج حسب الطلب، نعم لكن الحالات اللي موجودة ما بين نزيف بالبطن أو كسر بمفصل الحوض أو بالساق، في حالات استرواح هوائي أو تجمع دموي بالبطن، وفي النزيف بالمخ يعني ديت، أو اشتباه ارتجاج، ديت تقريبا معظم التشخيصات للحالات اللي محجوزة في يعني الحالات. مفهوم. طبعا احنا مستنيين تحقيقات النيابة، لكن في البداية كده هل شهود العيان قالوا لكم حاجة عن ملابسات الحادث؟ هو طبعا شهود العيان، ولما كنت بسأل المصابين نفسهم أثناء مرور عليهم في المستشفى، كله الشبورة كانت شبورة كبيرة. أول ما حصل أول أتوبيس اللي حصل فيه الحادثة وحصل فيه تسريب، وبعد كده الأتوبيس ولع، بعد كده العربيات كانت بتيجي بسرعتها وهي ما هيش شايفة، فبقت يحصل تصادم العربيات مع بعض، وللأسف حصل تفحم لعدد من العربيات، وهو ده كان يعني السبب في ارتفاع أعداد الوفيات، علشان الوفيات يعني كلها للأسف متفحمة، لا حول فيعني ولا قوة إلا بالله. من الحريق نفسه اللي حصل بعد الصدام العربيات ببعضها تمام. يعني. وفي بعض الروايات كمان كانت بتقول إن في بعض الزيت كان على الطريق هو سبب في الانحراف الأول للأتوبيس. لسه كل ده هيتأكد طبعا من تحقيقات النيابة في بيانها الرسمي اللي هيخرج. دكتور هاني بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله حسن الرعاية من حضراتكم للمصابين والجرحى حتى يخرجوا بتمام الشفاء والسلامة إن شاء الله المستشفيات، وطبعا خالص خالص العزاء والدعوات بالرحمة والمغفرة للوفيات، ربنا يتقبلهم عنده في الجنة بإذن الله.